أيها المسلمون، عندما تجثو الركب بتلك الأبدان بين يدي خالقها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، لو كانت المقابلة مع ملك من ملوك الدنيا حدد لك ديوانا، حدد لك ديوانه موعدا، أو مكتبه أعطاك موعدا بعد أيام أو شهور، لأعددت أوراقك وجهزت طلباتك. وعندما تأتي المقابلة مع بشر كمثلك، انظروا ما يصاب به الإنسان من وجل في ليله ومنامه، وربما لا ينام تلك الليلة إذ ذاهبا إلى موعد عند الديوان الملكي أو الأميري لكي يقابل ذلكم الملك، جاثيا أمامه، جالسا بين يديه، عارضا عليه أحواله وطلباته وما يريد. وكل الذي يريد ليس للآخرة منها نصيب إلا أن يشاء الله، إنما كلها لأمور دنياه وأمور ذريته ومن بعدهم. في ذلكم الموقف والركب جاثية والأبدان مستلقية، يخرج نور عظيم، وإذا ببرق يلمع مناديا بنداء كبير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. في ذلكم الموقف وفي الحديث عن اليوم الآخر وفي الحديث عن أهوال يوم القيامة وفي الحديث عن أعمال الآخرة وفي الحديث عن اليوم العظيم، إن من ركائز الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، لأن الله وصف المؤمنين بقوله يؤمنون بالغيب. في ذلكم الموقف يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، في ذلكم الموقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لو خرج الأموات اليوم لندموا على ما فعلوا في حياتهم، لو خرج الأموات اليوم ورأوا زوجاتهم وأحوالهم ورأوا أولادهم وأمورهم ورأوا بنيانهم ورأوا أموالهم ورأوا عقاراتهم ورأوا أحوال أهاليهم، لو رأوا المجالس كيف تكون بعد وفاتهم لعلم كل إنسان أن يندم. فكيف إذا كان الأمر في يوم القيامة؟ يوم القيامة يوم عظيم، هو يوم القارعة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاقة، يوم الغاشية، يوم الواقعة، يوم الفصل، يوم البعث، يوم الآزفة، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الحسرة والندامة. يا له من جمع عظيم سوف يكون، تقشعر منه الجلود وتشيب منه الرؤوس. المشاهد في ذلكم اليوم ماذا عساه أن ينظر؟ والملك الجليل والعظيم القدير ينادي بالنداء العظيم، كل من عليها فان. نداء يقرع الأسماع، نداء يقرع الأسماع ويجلل القلوب، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
في ذلكم الموقف، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى في ذلكم الموقف: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. نعم، أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة والطغاة؟ أين العظماء؟ أين الأجلاء؟ أين حراسهم؟ أين حماتهم؟ أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين من يمنعونهم ويحصنونهم ويدافعون عنهم؟ في يوم القيامة تذهل العقول وتصاب القلوب بالوجل فزعة، السماء تضطرب والأرض تتشقق والجبال تندك، القمر ينخسف والشمس تتكور والكواكب تنتثر والبحار تسجر وتشتعل نارا. في ذلكم اليوم الذي يشهده الأولون والآخرون، يحشر الله جل وعلا فيه الملوك والعظماء وغيرهم حفاة عراة غرلا غرلا بهما، لا ينفعهم مالهم ولا جاههم ولا سلطانهم، يستوي الخلائق كلهم بين يدي ربهم، فتيات ولا أقليات ولا ألوان، إنما الذي يرفع كل إنسان في ذلك اليوم، إنما ينفع الإنسان في ذلك اليوم عمل صالح أعده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلا مناصب ولا ألقاب ولا شهرة ولا مكانة، كلنا في ذلكم الموقف عبيد بين يدي الله. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.